السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة كان بيسألني إزاي نوصل كونتاكتور وأوفرلود على موتور أحادي الطور، يعني موتور سينجل فيز، وهو بصراحة أفادني بالرسمة زي دي، هو أحد السوريين، فأنا يعني استأذنته إن أنا أنشر الرسمة بتاعته. طبعا أنا عارف إن فكرة الأوفرلود يا جماعة بصفة عامة إن هو بيعتمد على التيار اللي معدي فيه، إذا كان كمية التيار دي تعدت النسبة اللي أنا مظبطها عليه بيفصل النقطة بتاعته، فبالتالي اللي هي في الكنترول هنا ديت فبيفصل الكونتاكتور. بيعتمد على المبدأ الحراري، بمعنى إن لازم التيار يعدي في التلات ريش بتوعه. طب أنا دلوقتي أصلا ما عنديش قال الاوفرلود ثلاثي، فعايز اخلي التيار يعدي في الثلاث ريش عشان لما يزيد التيار عن القيمه اللي انا مظبطها عليه يفصل معايا. فكانت الطريقه كالاتي: انا عندي اللاين والنيوترال، ادي الكونتاكتور بتاعي وادي الاوفرلود بتاعي، التيار بس هاخد الفرده اللاين الحيه تمشي كده 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 بحيث لما يفصل ده يوصل اللي يحصل يوصل لللاين بس من خلال الاوفرلود ده، من خلال التلات رياش بتاعه هنا. والنيوترال هو واخده من دايره التحكم عارفينها، ادي الاوفرلود نقطه النورمالي كلوز بتاع الاوفرلود ده، المفتاح الاوف دي النورمالي اوبن ده الاون، ودي اللاتشنج بتاعتي من الكونتاكتور، ودي لمبه بيان كده لما الكونتاكتور يشد ايه اللي يحصل، اللمبه تنور معايا ويعرفني المشغل. دي كانت معلومه عايز اشاركها مع حضراتكم، ارجو تكونوا استفدتم، وشير وسبسكرايب ودعاء بظهر الغيب، لا تنسونا نصالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.